فضائل رمضان كثيرة جدا، ولا يمكن للإنسان أن يحصيها. ويكفي في ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، في قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: الحسنة لي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والصلاة الخمس كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. هذا فيه دليل على فضل الصلوات الخمس، وفضل رمضان، وفضل الجمعة. وكون رمضان كفارة لما قبله، وهذا محل خلاف، هل يكون هذا على الكبائر؟ نقول إن النص فيه قيد على مسألة الكبائر، قال: إذا اجتنبت الكبائر. ولكن في حال عدم اجتناب الكبائر، هل إن التقييد هذا بمسألة الصغائر هو لذاتها في حال عدم ورود كبيرة فيها، فإذا كانت الكبيرة موجودة كانت مانعة لذلك التكفير أم لا؟ نقول هذا من مواضع الخلاف عند العلماء، الذي يظهر والله أعلم أن الله عز وجل يكفر الإنسان الصغيرة، أما بالنسبة للكبيرة في حال وجودها إذا كانت من غير جنس تلك ذلك الذنب فنقول إن الله عز وجل يغفرها لصاحبها، أما إذا كانت من جنسها فإن الله لا يغفر ذلك لصاحبها، كحال الإنسان الذي يقع في الزنا ثم يقع في شيء من الصغائر كإطلاق البصر ونحو ذلك. نقول هذا هو من جنس الزنا لأنه وسيلة له، ولهذا نقول إن في هذا إن الله عز وجل لا يكفر لصاحبه. أما بالنسبة لما كان من غير جنسها كالصغيرة مثلا فيما يتعلق بالنظر ونحو ذلك، بالنسبة لغيرها من الكبائر الأخرى التي ليست من جنسها كأكل الربا ونحو ذلك، نقول هذه يكفرها وتلك لا يكفرها. وما يتعلق بفضل رمضان، إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى فضل رمضان يعيه النظر في ذلك، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل جعل ركن الإسلام قائما عليه، وكلما كان الأمر متأكدا وفاضلا في الإسلام فإن فضله أعظم من غيره، لهذا كانت أركان الإسلام أفضل سائر العبادات العملية وأفضل من غيرها على الإطلاق، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بيان منزلة الصائم، وكذلك منزلة شهر رمضان على سبيل الخصوص، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله، قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار، في إشارة إلى أن أسباب أبواب الجنة، وهذا هو التفسير الصحيح لهذا، أن أسباب دخول الجنة قد فتح الله عز وجل للناس على مصراعيها، فليأخذ بالأسباب ما شاءوا. كذلك أيضا من الأمور الأخرى التي ينبغي أن يلتفت إليها، وهي ما يتعلق بفضل الصيام بذاته ولو لم يكن في رمضان. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. في سبيل الله عام، سواء كان فريضة أو نافلة، ومعنى في سبيل الله أنه محتسبا مخلصا لله عز وجل، وليس المراد بذلك أنه في سبيل الله أن يكون مجاهدا، فدل على فضل الصيام إذا كان نافلة. والقاعدة أيضا الشرعية أن ما عمله الإنسان أو دل الدليل على فضله في حاله سنة، إذا كان فريضة فهو آكد وأعظم، وهذا مضطرد كما في الصلوات، كذلك أيضا كما يتعلق في التسبيح، فضل التسبيح المطلق إذا ورد دل على أن التسبيح الواجب الذي يكون مثلا في الصلوات الخمس ونحوها مثلا في الركوع أو في السجود أو في غيرها أنه أفضل من غيرها وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق أيضا بالنسبة لفضل رمضان، ما يتعلق فيه حسن العاقبة للإنسان وتكفير الذنوب، وقد جاء في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديثه، في حديث الضحاك عن عبد الله بن عباس كما روى البيهقي وغيره، قال: إن الله عز وجل يعتق من النار في آخر ليلة من رمضان مثل ما أعتق في رمضان كله. يعني في المشار المراد به هذا أن الله عز وجل يعتق في ليلة، في آخر ليلة من رمضان، ما أعتق في الليالي الماضية كلها في ليلة واحدة، وهذا الدليل على أن آخر رمضان هو من العتق في من النيران. ويكفي ذلك أيضا أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يهتمون بالصيام من جهة المباركة بدخول هذا الشهر والتهنئة به، وهذا وإن لم يصح فيه شيء النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء في حديث سلمان الفارسي، جاء في حديث أبي هريرة، جاء في حديث أنس بن مالك، وكلها معلولة لا يصح، لكن يكفي ذلك أن التهنئة بفضائل الأعمال من الأمور التي كان يحرص عليها السلف، كما جاء في توبة كعب بن مالك لما كان من المخلفين وتاب الله عز وجل عليه، أتي فهني ثم سجد لله عز وجل شكرا. نقول لا حرج على الإنسان يهنئ في هذا، ما زال على هذا عمل الناس وعمل السلف. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان لفضائل شهر رمضان. يذكر فضل شهر رمضان ويذكر معه بعض الأحاديث، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ثم أحاديث آخر أن أجر النافلة فيه كالفريضة فيما سواه، والفريضة في كذا
وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في كتابه السنن من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي قال أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه الفريضة فيه بسبعين فريضة من تقرب إلى الله فيه بنافلة كمن تقرب بفريضة. وهذا الحديث لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام وعلون بعلل قد فرد به علي بن زيد بن جدعان كذلك فإن سعيد بن المسيب قيل أنه لم يسمع من سلمان. وعلى هذا نقول إن الحديث في هذا حديث معلول ولا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام وقد علم خزيمة وغيرهم. وبالنسبة للفضائل نقول إن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من فضائل كثيرة هي كافية ومغنية عن إرادة مثل هذه الأحاديث. ومع أن هذه الأحاديث ما بعد أن يكون رمضان هو بهذا الفضل وبهذه المنزلة وهذه المكانة ويكفي أن نورد ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الإبعاد عن النار سبعين خريفا كذلك أيضا ما يتعلق بالتكفير كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما في قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان فغفر له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه إشارة إلى أن غفران الذنب يأتي على أكثر من عبادة في رمضان ما يتعلق في ليلة القدر بذاته ما يتعلق بالصيام بذاته ما يتعلق أيضا بالقيام بذاته وهذا دليل على فضله وعلو منزلته. وهذا ما ينبغي أن نشغل الناس بالأذكار كذلك الأحاديث الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبوتا قطعيا بعيدا عن الحديث الضعيفة التي لا حاجة إلى إرادها ولو أراد الإنسان وفيها ضعف يسير فإن هذا من الأمور المغتفرة التي يتساهل فيها العلماء.